اللي مع الزميلة عبير موسي. ونحب نذكر حاجة اللي أنا شخصياً عندي 5 سنين نحس نعيش بالحراسة والمرافقة الأمنية من جر التهديدات كيف الزميلة. علاش؟ على خاطر في وقت من الأوقات انتقدت أداء الحكومة وانتقدت كل شيء. دونك هذه منهجية واضحة من الذباب الإلكتروني اللي يضرب في كل صوت يمس المنظومة الحاكمة، لاني من التجمع ولاني من النظام ما بعد الثورة، أنا والتونس. وأنا نذكر أن الناس اللي تقتل الميت وتمشي بزنازته، من هدد على عبير موسى؟ شكون حرض على عبير موسى؟ بشوية ما غير ما تقص. لا نقطة نظام على خاطر مساتك أنت شخصيا. سايب خل نتكلموا، سايب خل نحوزوا البلاد ونهزينها. التحريض تم البرلمان. التحريض تم من هنا. المرأة هددوها من هنا، كفروها من هنا. اليوم ولدتوا ما في بيتكمش. قولوا الحقيقة. 2، اليوم كلكم قالوكم واشعدكم على تحركات فيسبوكية. في نظام كامل تقلب فيسبوك. في بالعليم بشير فيسبوك باش انت تجي تولي رئيس برلمان وباش غيرك يولي يصير. احنا كحزب صوت الفلاحين طالبنا من 6 فيفري ببيان رسمي قلنا لابد من اعادة الانتخابات والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة. اليوم تحشرونا في ذباب ازرق وفي ناس تحب الانقلاب. هذا طالبنا به في مداخلة نهار ملح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ. ولذا اللي خاف من التحرك بتاع الفيسبوك اللي يعرف روحه غلط، اللي خاف من التحركات بتاع الفيسبوك، اللي يعرف شرعيته مهتزة، ما تلوموش العباد، لوموا رواحكم اللي باتوا البلاد، لوموا رواحكم اللي ردوا البلاد، لوموا رواحكم اللي قاعدين تكذبوا على الشعب، لوموا رواحكم اللي باتوا الألوام، لوموا رواحكم اللي انتوكم تعرفوا أياماتكم ولت معدودة. الفيسبوك عمره ما يقلق، الحقيقة هي اللي تقلق. الشعب طالب باش الحكومة هذية تتبدل. انتم مع بعضكم متفاهمين؟ انتم مع بعضكم تحكوا مع بعضكم في الحقيقة؟ في وزراء ما تحكيش مع بعضها؟ وين هزينا بالنظام هذايا؟ انتخابات تمت بالثمان السياسي الفاسد بماكينة عالمية مأجورة، تمت بالوعود الكاذبة، تمت برشوة تاع شعب. اليوم تحبوا تهربوا من الشعب. الشعب قال لكم احنا نحبوا نحلوا البرلمان بطريقة شرعية ونعاودوا الانتخابات بعد تعديل القانون الانتخابي. نحبوا على الافراد، على خاطر كان الافراد والله يا شيخ راشد الغنوشي تكون انت رئيس برلمان، والله لا توصل البرلمان ولا ينتخبك حتى تونسي. اقسم بربي يستنبر المجلس هذا المتاجة شرطه ما ثماش، والله وكان النهضة بالانتخاب على الافراد تجيب 5 نواب انا نستقيم المجلس هذا ونروح. خافوا من والله ما نقعدوكم في وجوهكم، والله ما نقعدو نكشفوكم، والله 5 سنين مش اليوم، مش اليوم يا اسمعني اليوم اسمعني يا قديش كذبتي على جماعة العفو التشريعي العام؟ قديش كذبتي عليهم يا زغلامي؟ قديش كذبتي على مساكين الجرحى وشهداء الثورة؟ اليوم باش تولوني الضعف، تخافوا من الحقيقة، تخدموا بجماعة العفو التشريعي العام، تخدموا بها البلاد هذيا، عيب عليكم.